موجوده هنا في حي اهله. شارع المملكه العربيه السعوديه عندي هذا الحي اهل اللي هو على الشمال تعدي من مثلا تاع هو دابا الشارع تقريبا مقطوع في هذه النقطه اللي غنقولها اساس كاين خطره ديال التخربات اللي كتعدل اللي ربما اليوم ولا غدا غتكون نهاية النشرة فيها. غنديرو جولة في حي أهل فقط. اليمين المركز هذا راه تاع دابا راه سوق الشارع هذا ولا مركز ديال السوق ديال الحي الحاجيات اليومية المواد الغذائية اللي كيستعملو الإنسان من اللحام من الحوت بعد السوق في الشارع فقط. الجانب هذا الجانب الثاني ربما ناقص شويه نبقاو في الجانب هذا بقعة ارضيه باقي فارغه هنايا غتلقاها بثمن مرتفع جدا ما كنعرفش في الاثمنه بالضبط ولكن ساعد سبعة سمسار واحد غيعطيك على الاقل واحد 70-80% ديال المعلومات وديال ثمان البقعة الأرضية ربما هذا المسلسل اللي دخلنا غنخرجو عنه كذلك. هذا هو فندق أهل اللي هو كان أبعد فندق في مدينة طنجة اللي كان كيبعد على 5 كيلومتر على مدينة طنجة اللي كان من هنا إلى غاية مرسى ولا مكان الدنيا خاوية دابا تسمات فندق تسمات الحي حي أهلا لكن في الأوراق كاين تسجيل كفرقة أهلا واحد أهلا جوج أهلا ثلاثة وأسماء أخرى على بخصوص هذا الشارع هذا عاد عندنا تجديد في شهر 9 على ما أظن في شهر 10 مع المسجد كذلك مثل البناية ديالو جديدة تعدل باش يستعملوه لأن التخربات كتطلع كتسمحوا الشوارع كتزيد يعني الحي كيزيد هذا تقريبا كل حي اهلا ماشي كامل وانما
ثلاثة أجواع في هذه المنطقة أو أزيد. نحاول نقرب حتى طريق الرباط اعاود نولي. دابا كيبان مرجان امامنا، حاول نرجع لحالي من هنايا بعد النقطة هذي. هذا الشارع هذا كيدينا للمارس، كيدي سيدي دريس، كيدي طبعا احياء عده بزاف. اذا غندور على الشمال باش نبقى في الحي الاعلامي، الى مشيت اليسار نبقى باش نبقى لك مشيت المارس ولا سيدي دريس وحياء عده. الشارع اللي دوزت منه نحاول ما امكن نغير شي شارع اخر. هاد الترانسبور اللي كيجريو بهاد السرعة وهاد التجاوزات هادو كيسببو مشاكل عدة في مدينة طنجة، وكل يوم كيقتلو ضحايا. هذا راه في النبع النقل السري تحت مسميات عدة، نقل مسلم وإسراف العمال وما يحترم السير. يحاول ما يمكن يتجنبهم لأنه ناس خطيرة بحقيقة، عدوانيين بزاف. أنا مازال في حي أهلان، إيوا هذي الطريق معروفة بطريق مدرسة البنك الشعبي، مدرسة البنك الشعبي اللي تقرب اللي كانوا أول بناية تبنت هنايا في سيعة أهلان كانت تصديق البنك الشعبي. هادو هما الشوارع اللي كانوا في حي أهلان.
فعلا وفي اي جهه كتكون في الاول كتكون بهذا الشكل هذا ما كتكونش مزيانه حتى تكون خرج تمشي هذا المستوى ديالك. اليوم 25 يونيو، طبعا 30 رمضان، هو اخر يوم من رمضان. المنازل اللي كاينه هنايا مؤخرا فارغين كيتعرضوا للصريخه.
فوق جوج المنازل او ثلاثه في هذه المنطقه سمعت عرفوا الصريخه غير تقريبا في هذا ماشي بزاف من شهر مارس الى اليوم. ربما خلت واحد فكرة على الحياة